العالم العربي كله مقارنة بأمريكا 0.36 حاجة، يعني أقل من 0.5% كمان عدد الكتب اللي بتنشر في العالم العربي. وأغلب الكتب اللي في العالم العربي عن الطبخ والأبراج كمان، هذه يعني مأساة. إنه حتى الكتب لما نشرنا كتب إنه كانت الكتب زي ما يقولوا من نوعية تعبانة أو من نوعية يعني ما بتصنع فرق في حياة الناس. كمان واحد من الإحصاءات بيقول لك في العالم العربي عدد الكتب اللي بتنشر في سنة 2006 1650 كتاب، أمريكا 85,000 كتاب. طب أنا قرأت كده جاني نوع من الإحباط. طبعا يقول ليش أمريكا هي اللي مسيطرة للعالم وليش أمريكا هي القوة العظمى؟ بالعلم. أمة بدأت رسالتها بإقرأ لا تقرأ. أول كلمة نزلت عندنا في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وللأسف إحنا ما نقرأ، فهذا سبب لي نوع من الحزن والأسى. بس قلت كيف أنا أحول الحزن هذا إلى فعل إيجابي. أحد الإحصاءات الأخرى كمان بتقول أنه يقرأ كل 20 عربي، هذا بالنسبة للكبار، اللي فاتت تكلمت على الصغار والأطفال، كل 20 عربي يعني بيقرأ كتاب واحد في السنة، في حين أنه يقول لك كل يعني بريطاني بيقرأ 7 كتب في السنة، وكل أمريكي بيقرأ 11 كتاب في السنة. يعني الأمريكي الواحد بيقرأ في السنة قد اللي بيقرأ 220 عربي. ووو، لما قرأت كده أنا فعلا حسيت بإحساس يعني ماني قادر أوصف لكم، ممكن قعدت يومين ما نمت متضايق ومقهور.